أول شيء كان أدائي بعتقد هاي المرة أحسن بكتير، بدليل أنه أنا أخذت 3S واشتغلت كتير كتير على هاي الغنية بالحقيقة، وحتى بوقت قصير كتير، بس اللي ساعدني أنه أنا كنت حافظتها وبحبها كتير لهي الغنية. لما غنيتها مع الأستاذ أنور انبسطت كتير، لأنه هو كتير هيك كمان شريك كتير حلو بالغناء، قبل أنه هو حتى يوطي الغنية ليوصل للليفل اللي أنا بقدر أشتغل فيه، سو هذا اللي ساعدني إنه أنا أدي حلو اليوم. بعتقد إن شاء الله بالمرات الجاية يكون أحسن. ميرسي.